من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين متابعين قناة الإمام الحسين الفضائية من كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين عليه السلام، وداعين الله العلي القدير أن يمن عليكم بالصحة والعافية ودوام التوفيق إن شاء الله يا رب. حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين، إلى بيت كل حسيني غيور يشاهدنا حاليا عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. احنا وياكم نتوجه الى زيارة سيدي مولاي بي عبد الله الحسين واخيه بالفضل العباس، سالمين الله العلي القدير ان يوفقكم ويحفظكم ويديمكم الى خدمة سيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. تفضلوا للزيارة. السلام على الحسين، السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولادي الحسين، وعلى أصحابي الحسين. يا حسين يا سليم، يا حسين يا وحيد، يا حسين. وعلى ساقي عطاشة كربلاء بالفضل عباس، وإن شاء الله زيارة مقبولة لكل إنسان يشاهدنا حاليا، وهذه الزيارة أيضا لكل إنسان ساهم ودعم قناة الإمام الحسين الفضائية وساهم ودعم بيت الحسين عليه السلام. مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام، حلقة إن شاء الله تكون كلها دعم لبيت الحسين عليه السلام ببركة خدام الحسين عليه السلام وتواجدهم ويانا إن شاء الله من عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. بيت الحسين عليه السلام ما باقي له إلا الشير قليل حتى يكتمل ويكون حسينية فعالة في خدمة الحسين عليه السلام، فعالة في نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام، في نشر مآسي عاشوراء، في نشر رسالة الإمام الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم بخمس اللغات اللي تتكلم بها مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية. ننتظر إن شاء الله اتصالاتكم عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. إن شاء الله اليوم كل إنسان حاب إنه تقضى حاجته، كل إنسان عنده مريض وحاب إنه يشافى مريضة بركات الحسين، كل إنسان حاب إنه يبني له دار لآخرته من خلال مساهمتك في بيت الحسين عليه السلام، لأن بيت الحسين رسالته مو رسالة محلية، لا رسالته عالمية. راح نوصل الخطيب اللي راح يرتقي المنبر اللي يشوفونه أمامكم اللي جنب سيد عماد الحكيم الله يحفظه، هذا المنبر راح يكون يرتقي عليه الخطيب، وراح يكون من صوت الخطيب راح تبث قناة الإمام الحسين الفضائية إلى خمس لغات إلى كل أنحاء العالم. يعني راح تساهم في رسالة الإمام الحسين عليه السلام وتساهم في مجالس حسينية عالمية لكل أنحاء العالم. أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، من خلال هذه الأرقام راح تتصل وراح يجاوبونك أحد الأخوة الموجودين قسم العلاقات العامة وقسم المالية، ويجاوبونك عن كافة تفاصيل بيت الإمام الحسين وهذه الحسينية وطريقة مساهمتك
وطريقة دعمك لبيت الحسين عليه السلام. راح أرد لكم هذه الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة. مفتاح دولة العراق اللي من خارج العراق وحاب أنه يتصل هذه الأرقام، أو حاب أنه يتواصل عن طريق الواتساب أو التليجرام أو الفايبر، موجودة في هذه الأرقام 0964782218305 0974773185 0964770026 0964773185 هذه الأرقام راح يكونون الأخوة الآن موجودين بانتظاركم من بداية الحلقة إلى على مدار 24 ساعة بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم ومساهمتكم ودعمكم لبيت الحسين عليه السلام. خلوكم إن شاء الله اليوم كنا ندعم بيت الإمام الحسين وباقي له شيء قليل لإكمال هذه الحسينية حتى تكتمل بصوت الحسين عليه السلام. وإن شاء الله يا رب موفقين كل الأخوة اللي شاركوا واللي ساهموا واللي دعموا هذا البيت الحسيني حتى يكتمل بأجمل وأبهى صورة وأحلى منظر، هداية أو هدية إلى سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. صح الأخوة اللي شاركوا واللي دعموا واللي ساهموا على يقين كامل أنه في خدمة الحسين عليه السلام، تستاهل من عندنا العطاء وتستاهل من عندنا أنه نساهم ونشارك ولو بذرة من اللي قدمه إن الحسين عليه السلام واللي ضحاه من أجلنا. فيا أخوتنا يا أخواتنا، بإمكانكم الآن الاتصال عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وبإمكانك أنه تشارك بسهم أو أقل من سهم أو متر، فهذا أكيد أنه راجع لك وتبقى أنت وعطائك لخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. فلا تحرم نفسك من هذا العطاء ولا من هذه الخدمة. في يوم من الأيام أحد الأخوة أو أحد العلماء أو أحد الخطباء كان جالس ويقرأ محاضرة، قاعدين جمع من الناس في هذا المجلس أو في هذه المحاضرة اللي كان يرتقيها المنبر الخطيب الحسيني، من بعد ما أنه كمل محاضرته ونزل راح أحد الأخوة الجالسين في هذه الحسينية وكان هو المعتمد لأحد المراجع، وقال له شيخنا أو سيدنا بعد إذن حضرتك تقدر أنه تمنحني وقت أحكي لك فت قصة أو سالفة صارت بي. قال له نعم تفضل. المهم يقول جلست وياه وقعدت وحكيت له وقلت له سيدنا أنا في يوم من الأيام اشتريت بيت جديد وانتقلت من بيتي القديم إلى البيت الجديد، لكن بالمنطقة اللي أنا بيها ما حد يعرفني. فزوجتي اقترحت علي اقتراح انه بالبيت الجديد ان شاء الله اذا انتقلنا اليه نخلي السرداب اللي بهذا البيت نسويه كحسينية لخدمة الحسين عليه السلام ومحاضراتنا وقراياتنا وندعو الناس ونقرب هذا السرداب. يقول فسويت مثل ما طلبت مني زوجتي، واول يوم او ثاني يوم نزلنا بالبيت من بعد ما انه كملنا ديكور البيت وعدلنا اثاثنا وغراضنا. زوجتي قالت يلا ان شاء الله من باكر إذا عندك مجال إنه نسوي قراية بالسرداب على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وتقول أنا أدعو النسوان إنه اللي بالمنطقة حتى إنه لأن باعتبارنا إنه ما حد يعرفنا بالمنطقة راح ننزل بيها، فأدعوهم أقولهم إن شاء الله باكر عندنا قراية في بيتنا الجديد على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ويقول إنه كملنا واشترينا البيت وانتقلنا بالبيت. يقولوا صار انه اتفاق ويا زوجتي انه نقرا قرايه بالبيت مالتنا الجديد، ويقول انه السرداب مال البيت ايضا قال انه مطل على حديقه البيت وعلى باب الشارع، يعني انه بسهوله انه الاشخاص اللي يجون يقدرون انه ينزلون بدون ما انه يدخلون للبيت نفسه. يقول ف وايضا انه دعينا احد خطباء المعروفين في ذاك الوقت، يقول حتى انه يجي يحضر هذا المجلس مالتنا وهو اللي يقراننا في البيت ويتبرك بيتنا باسم الحسين عليه السلام. يقولوا ايضا انه رحت اتفقت ويا شخص انه يسوي شاي يجي انه ايضا يخدم الناس اللي راح يجون للمجلس.
يقول فبلشنا انه سوينا هذا الشيء وراح زوجتي افترت على الابواب دقت باب من الجوارين، يا ترى عندنا قرايه بيتنا هذا واحنا جوارينكم الجدد وان شاء الله باكر تحضرون يمنا، ان الشرف انه تكونون في مجلس العزاء راح نقيمه على سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين لمده 3 ايام. يقول فتوعدنا ويا الناس وعلى حسب الاصول انه يجون للمجلس مالتنا ويحضرون مجلس العزاء اللي راح نقيمه على سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين، وايضا ويا الخطيب اللي راح يجي انه يقراننا في المجلس. يقول صار الوقت واجى الخطيب الحسيني اللي راح يقرا بالمجلس مالتنا، لكن للاسف ماكو احد غيري اني وزوجتي واللي يسوي شاي والخطيب. فجلس الخطيب قال ايش عجب انه ما حد اكو. فقلت له انه احنا لين جدد بالمنطقه من المحتمل انه الجوارين ماله بود دعوه او نسوا، فان شاء الله يجون. قعد الخطيب جلس بالحسينيه، تاخر الوقت قال لهم انه اليوم ما حد راح يجي، فهذا ان شاء الله باكر اجيكم مره ثانيه. يقول فانه طلع راح يقول بقينا انا وزوجتي انه نظامنا ليش انه ما جانا احد. يقول بهذا الموضوع يقول ما اهتمينا كثير. يقول احنا اساسا مسوين مجلس العزاء على سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين حتى لو ما كان اكو احد. يقول فجبنا المسجل كاسيت وخلينا الكاسيت وشغلنا محاضره للشيخ احمد الكافي، وقولوا قعدنا انه نسمع المحاضره مالته على حسب الاصول وعلينا الصوت، وقعد يمنا ابو الشاي ايضا. يقول فقعدنا انه سمعنا المحاضره مالته كامله وبدت انه تنزل دموعنا. كملنا انه مجلس عزاء صح انه ما حد حضر، لكن انه بيناتنا كملنا هذا المجلس. يقولوا بكينا وكملنا المهم ونمنا. فصار اليوم التالي ايضا صار وقت اللي تقرب المحاضره ايضا، ايضا همينا ما حد اجى وما حد لبى الدعوه وما حد وصل. يقول فايضا اجى الخطيب وحضر وقال ها شو اليوم هم ماكو عالم. فانه صار عنده نوع من الاستهزاء، يا بنت ما حد يجيكم، انا بعد ما اجيكم ما حد يقبل انه يجي لمحاضرتكم. فحجب كلمه انه شلون انه استهزأ بيهم وبالمجلس اللي قايمين هم. فدا يطلع وهو دا يصعد بدرج ما السرداب، وقع بالقاع وانكسرت رجله للخطيب اللي جاي حتى يقرا المجلس. يقول فاحنا انا وزوجتي ركضنا ويا ابو الشاي، ركضنا اخذنا هذا الخطيب ووديناه الى المستشفى وجبسوا رجله وديناه لبيته ورجعنا. هم مرت اللقاء انه شغلنا الكاسيت شغلنا المسجل وقعدنا ايضا نسمع محاضره للشيخ احمد الكافي. يقولوا ايضا بكينا وخلصنا همينا لمينا اغراضنا طفينا الضوء صعدنا حتى ننام. يقولوا نمنا. يقول بالليل ما اشوف الا زوجتي الصيح تفضلي مولاتي هلا بمولاتي انا اسفه مولاتي. يقول فقلت لها شكو خير الصاير؟ يقول زوجتي ما تجاوب، زوجتي علويه طبعا. يقول ما تجاوب، يا بحكي علويه الصاير ما تحكي العلويه. يقول ركضت العلويه من زوجتي ركضت من الغرفه مال النوم ونزلت الى داخل السرداب وصيح هلا بمولاتي تفضلي مولاتي. طلعت المكناسه بلشت انه تكنس السرداب وتنظف وتعدل وتعطر. هلا بمولاتي هلا بيش مولاتي تفضلوا واستريحوا اهلا وسهلا بيكم. فيقول انا ظليت انه ايش بيها هاي بهالليل، ايش بيش علويه خيرك؟ يقول ما تجاوبني. اخر شيء يقول لزمتها وقلت لها عليك امك الزهراء سلام الله عليها، احكي لي شنو صاير؟ شنو شايفه انت؟ ليش هيك هالحكي هذا؟ دا اسالك وما تجاوبين. يقول فقلت لي اني من نمت حلمت بالزهراء سلام الله عليها، جتني بالمنام وقلت لي لا تنقهرين المجلس صح انه ما كان احد بي على نظر العين على ناظر العين، لكن مجلسكم كان حاضرين به الانبياء المرسلين لأم الاطهار، وشكو انسان صالح كان حاضر بهذا المجلس. يقول تقول بحيث قلت لي انه من كثر ما اكو ازدحام بداخل هذا المجلس مالتكم اللي قمتوا على ابن الحسين، تقول انا ما كان لي مكان اقعد بداخل المجلس، فاضطريت انه اوقف بدايه الشارع وارحب بالناس اللي اذا تحضر الى هذا المجلس. وتقول ايضا بلغي الخطيب اللي اجا واستهزأ بالمجلس وقال انه ما حد ماكو، بلغي
انه لما كانت له سابقه خدمه لابن الحسين عليه السلام كان انا قبضت روحه، لكن اللي شفعت له الخدمه اللي كان يخدم بها ابن الحسين، لذلك انه عفت بحاله ومجرد انه انكسرت رجله. فاخوان واخواتنا حبوا يقيمون مجلس العزاء على سيدي مولاي بي عبد الله الحسين، وخلوا سردابهم لخدمة الحسين عليه السلام، تقديراً لهم الزهراء حضرت وكل الأئمة والمرسلين والأنبياء والصالحين والملائكة حضروا إلى هذا مجلس العزاء. طيب إيش حال لو إحنا ندري عبر شاشات قناة الإمام الحسين كل مجالس العزاء اللي تقام، سواء كانت إنه الخطباء أو الرواديد معروفين أو غير معروفين يجون ويقصدون إلى هذا المكان حتى يقام مجلس العزاء على سيدي مولاي بي عبد الله الحسين، فإحنا لنستهزئ ولنخلي بنظر الاعتبار أنه هاي حسينية مثل باقي الحسينيات. لا بالعكس، أي شيء للحسين عليه السلام ببركة، أي شيء باسم الحسين عليه السلام بنور، أي شيء باسم الحسين عليه السلام بكل الخدمة. فهنيال اللي شارك ويساهم في بيت الحسين عليه السلام، ومو إنه الآخرتك أنت. أنت أنا بالنسبة لي واقف أدي رسالة، والرسالة أوجهها إليك. بقت يمك، تحب الشارك يا حياك الله، ما تحب الشارك باكر عقبة من تروح إيش راح تقدم للآخرة سيدنا؟ وهاي رسالة هي بحد ذاتها لكل إنسان متمكن. نعم، كل إنسان متمكن اليوم. يعني إحنا خلنا ناخذ عبرة من هذه القصة اللي طرحتها أنت، وهذه قصة حقيقية. أكيد، وهي ناخذ كل القصص اللي تعطيها أكيد كلها تطرحن. صحيح، كلها من أمر الواقع، إنه كل هذا اللي خلنا ناخذ عبرة من هذه الرواية اللي رواها السيد، إنه كل إنسان متمكن بحيث إنه خطيب وعده خدمة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وكان معروف بزمنه، بحيث بس صار عدة استهزاء بالمجلس مجرد انه صعد انكسرت رجله، الزهراء ما خلته مجرد انه استهزأ. فانت كل انسان متمكن، ويجيك لما يجيك انطرح عليك، ولما نشوف هذه البرنامج انه حسينية لبنائها، لا تقول هسه ايش قد اكو حسينيات، يعني تعبرها او كثير من الحسينيات. انت متمكن، محتاج الحسينيات والله من طين والله اكو هواي كثير عالم السولف بتتكلم هالكلام هذا. صح، انت الله مكنك ومطيك من هذه النعم، تحاسب عليه يوم القيامه لما نشوف مشروع حسينيه، مشروع بنايه للامام الحسين عليه السلام اساهم بيها، ربما الاستخفاف بيها، وتقول خليها هسه شنو هسه انا اطل الحسينيات لو اطي لهذه البنايه، شنو الامام الحسين معتازني، الحسين انا معتازه. صح، الكثير منهم يقول الحسين ما معتازني، أنا الحسين أنا معتازة. لا أستاذ حسين، حتى إنه اللي عنده فلوس ويجمعها بيوم الآخرة حتى لو كانت أعماله صالحة، صحيح راح يسأل يحاسب عليها. أموالك وين أنفقتها؟ يحاسب عليها إذا كانت حلال، وإذا كانت حرام راح يعاقب عليها. أموالك أين وين أنفقتها؟ لما ينطرح عليك مشاريع وما تنفق في سبيل الإمام الحسين، في سبيل شيعته، في سبيل محبينه، راح يكون شنو رد الزهراء عليك اذا هذا خادم ها وانكسرت رجله مجرد استهزأ؟ فاحنا نقول سابقه عافته، ما نقول انه احنا راح عقاب ينزل بيك، وهذا ربما توفيق يقل. صح، توفيق صح الانسان. صح، يقل. فان شاء الله الكثير، انا اعرف مع العلم الكثير من الاخوه المتمكنين دينفقون في حب الامام الحسين، دينفقون في خدمه الحسين، والكثير من اللي يشاهدونه، وان شاء الله للاخوه اللي يشاهدون حاليا هم يوفقون لخدمة الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله، ونفقون في حب الحسين عليه السلام. أقطع كلامك بخير، عندنا أحد المتصلين الأخت أم سعد من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أمي. حياك الله يا عين. الله يسلمك، الله يوفقك. خيرك يا أمي؟ حسك خانقتك العبرة. إي والله بكيت على الحجال. احنا نوبات يجينا هم يجينا مجلس، بس ماكو بس نقرا، بس انا وياها والله، بس انا وياها. الله الحمد لله. اي والله بس انا وياها نقرا، ما خليها تطلع. الحمد لله. يعني ليش هذول هسه صار عندكم يقين انه الزهراء تحضر، كل الانبياء المرسلين؟ والله والله بسولف لك، كل ما احط مجلس بعاشور. نعم. مو انا من هالشايه يعني، ومتفقشيته
اشوف المرة طبت ورجعت فتحت ما هي والله. اللهم صل اللهم صل على محمد. اكيد 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 صاحبة المزرعة الزهراء بنت المجد سلام الله على الزهراء الزهراء. اي والله وانا بكسرة يا ابو عبد الله يدري بالحال ابو عبد الله يا با. كل النفقتي عند ابو عبد الله كثير خاله انت تقولين قليل بس عند ابو عبد الله ولا ام الاطهار كل شيء هواي ترى ريتكم تندعوا لي والله انا مريضه وولدي هم يا الله يا الله بالحسين ان شاء الله لا بالحسين ان شاء الله يوفقك ويعافيك ان شاء الله الشفاء العاجل العافية هذول يخلون القاري يمشي ليش اخليه يقرا حتى ما اخليه الزهراء تزعل علي ليش بعد قالهم الله حسين قال هذا توفيق مو كل احد يحصل عليه والله. والزهراء هم تركته الزهراء ايضا تركته لانه عنده سابق في خدمه الحسين عليه السلام بس مجرد حبه تقول له تطيف الدرس او عبره صغيره انه لا تستهان انه لا تستهان انت خادم الحسين فلا تستهان بخدمه الحسين انت جيت اقراني مجلس بعد توفيق 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 اي توفيق من الله هذا الحمد لله هذا المجلس اي والله أم العزيزة أنت صح من كربلاء بس عبر شاشة قناة الإمام الحسين بطلب حاجتك إن شاء الله التوفيق أولادك وصحتهم وعافيتهم بإمكانك الآن عبر شاشة قناة الإمام الحسين وبرنامج بيت الحسين أن تزورين الحسين عليه السلام وبالفضل عباس تطلبين حاجتك وإن شاء الله يا رب مقضية تفضلي للزيارة رحت لبا عبد الله يلا نحصل زيارة ثانية اليوم رحت اليوم الساعة 7:30 طلعنا بالعافية عليكم بالعافية عليكم والله ندعيتكم الله يتقبل يا رب الله يتقبل الله يتقبل الله يتقبل ان شاء الله يا رب هذه الدموع قضات حوائج الخاله العزيزه امي ام سعد نور عيوني شنو اللي خلاك انه تشاركين وتساهمين ببيت الحسين عليه السلام الحسين والله حب الحسين حب الحسين ما عندي يعني حب الحسين هو خلاني اي والله احسنت نعم من ابو عبد الله اموت على ام الحسن والحسين بالعافيه عليك هنيئا هذا التوفيق ان شاء الله أنا أطول عليك أنا رحت للهني طلعت بغدة وين القلب بلي وسويتها بالهني والزهرة وفت يمي والله من عصر للصبح بقل إن شاء الله اللهم صل على محمد الطيبين والطيبين زورين الحسين اللهم صل على محمد محمد وآل محمد إي والله بالعافية عليك بالعافية عليك وتستاهلين إن شاء الله الطيبين وتروحين تزورين الحسين تنتقلي وإن شاء الله يا رب عمرك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب وإن شاء الله حسن الخاتمة بحق الزهراء الله يسلمك ان شاء الله ام العزيزه اريد من عندك من حضرتك انه توجهين في رساله للي دا يسمع صوتك حتى ايضا يشارك مثل ما جناب شاركت وساهمت بهذه الحسينيه والله وديهم صوتي اقلهم كل واحد يملك يعني هو قدرته اي والله صحيح يكون هو قدرته اليوم الكشين هي ويطيل لبا عبد الله الحسين ان شاء الله ما نجاز أبا عبد الله أكيد. والله روح أصلها لبا عبد الله أنا روحي أيوة. والنعم والنعم منك والنعم منك إن شاء الله يا رب موفقة وآسفين على إزعاجك ونعتذر أنه نزلنا دمعتك لكنها ما دامها على الحسين عليه السلام بالعافية عليك نستحي لبا عبد الله يعني بعد قلبي يا عيني الله يسلمك الله يحفظكم شكرا لكم شكرا لك والاتصال الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك نعم ولا الزهراء صاحبة المصاب صاحبة العزاء فاحنا من نقيم مجلس للحسين عليه السلام لما نشوف الحضور قليل لا نقول خلاص انه ماكو احد قليل اليوم ما يقرا الخطيب لو ما يقرا الرادود لا الزهراء تنتظر من عندك مجلس انت من عقدت هذا المجلس كثير من الروايات ائمتنا صلوات ربي عليهم ينصون انه المجلس لما يقام اولا قبة ابي عبد الله الحسين عليه السلام تكون فوق ذلك المجلس حتى استجابة الدعاء 100% ثانيا الزهراء تحضر جنب الباب باب المجلس تكون جالسة أمير المؤمنين رسول الله الأئمة الأنبياء المرسلين الأولياء الصالحين الملائكة الكل يحضر في هذا المجلس بحيث يكون مجلس عامر ولكن هسه بعضهم يقول احنا ليش ما نشوف هذا نشوف انت ولكن اذا انكشف عنك الغطاء اذا رفع عنك الحاجب هذا انت اللي مسويه من كثرة الذنوب احنا مالينا بذنوبنا هاي عيوننا مالينا ذنوب ونظرات
تمنعنا عن نشوف أهل البيت، أن نشوف الأئمة، أن نشوف صاحب العصر والزمان روحي له الفداء، أن نشوف الإمام الحسين عليه السلام. كثير من مراجعنا من يدخلون الإمام الحسين عليه السلام يرى الحسين بما هو عليه، مو أنا وأنت من ندخل أشوف الحسين عبارة عن ضريح من ذهب وفضة ومجوهرات، لا، يشوف الحسين أرض صحراء وجسد مرمل بالدماء مخضب، يرى الحسين بما هو عليه. شنو السبب؟ السبب أنه العين هذه مصفيها من الذنوب، ولذلك لما تعقد مجلس لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام كن على يقين أن الزهراء حاضرة، لو بس الخطيب يصعد يقرأ يكمل الخطيب نطيه هديته للخطيب، رادو تنطيه هديته، المجلس يتقبل من عندك، انقبل من عندك عفوا. كذلك بيت الحسين عليه السلام لما هذا البيت يكمل، حتى وإن مرت أيام مفتوحة الحسينية، احنا قلنا راح تبقى مفتوحة طيلة أيام السنة، مرت أيام ماكو مجلس، يعني ماكو أجر؟ لا، أكل أجر موجود، لأن ما دام السبب شنو؟ لأن في هذه الحسينية أكو برامج، أكو محاضرات على الهواء مباشرة راح تكون فعالة في خدمة الحسين عليه السلام. فإن شاء الله أريد دعمكم، لأن باقي شيء قليل لبيت الحسين عليه السلام جدا، أيام إن شاء الله بدعمكم وتكون إن فرحة في هذه الحسينة. عندنا اتصال ويا من؟ أم حسين. أم حسين من محافظة ذيقار. نعم وياكم. حياكم الله أم حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله، موفقين الله أكثر وأكثر خدمة للسيدة الزهراء. الله يبارك بكم. الله. الله وإحنا ما نستطيع أن نشكركم، ولكن الشكر يكون عند السيدة الزهراء، والجزاء والجزاء يكون عند السيدة الزهراء أيضا في يوم الجزاء. وإن شاء الله أنا من ربي أشكر من ربي لأن خلاني يعني أتواصل وياكم يعني وأشارك بالحسينية. تشقول أقول هاي هذا يعني رب العالمين اللي طانيها هذه، أقول الشكر لله، يعني دائما أقول الشكر لله. أنا ذاك اليوم جيت يعني فد شيء يعني صارت بي من جيت لكم للقناة، أنا من طلعت من عند بيتي ماخذ ورقة حطتها بالجنطة، قلت هذه الجنطة هاي راح أعطيها هاي للحسينية. بعدين ما رحت هناك وصلت إيواكم، قلت أنا ها خاف المبلغ ما يكفيني، شو خلنا طلع لخمسين وهاي الورقة راح أخليها إيدي لأن أنا محتاجة هسه. من أنا تواصل يوم ديو والله العظيم جيت طرحت الخمسين وجيت أمشي صح وراي ولد حجية هاي الورقة مالك تخذيها، يا سبحان الله، قلت والله قلت السلام عليك يا بابي، قلت شلون أنا يعني شلون حسبت روحي راح ما عندي وصف، والورقة اللي أنا من بيتي طلعت قلت هاي للحسيني شلون يجي وراي يعني الزحام كلش الزحام يوم الأربعين والله وحق هو الحسين، وحاشيتها بس أول مرة أحكيها لكم أنا. فاجا وراي قال لا هاي الورقه واقعه من عندك بالشارع، يعني قلت يا رب السلام عليك يا ابو عبد الله، فشريتها طبيت جوا لقيت يعني اللي المبلغ اللي انت مخليته للحسينيه وقع من عندك وبعدين لقوه جابوه للحسينيه، جابوا وراي قالوا هاي الورقه ما تتوقع. اي والله وحق هو الحسين. بس قلت انا يا استاذ خاف مكفينا انا شو دائما توصل يوم خلي غير ساعه وانطيهم مطلعت الخمسين، إذا وراي الولد يركض قال حجي هاي الخمسين وبعدين عندي. الله الله. أرد قلت قلت شوفوا هاي شلون هاي مات الحسينية. يعني أنت بقيت محتارة بين الورقة وبين الخمسين، بين الورقة فالحسين قال لك هاي الورقة. أنا دائما توصيها مطلع. عرفت الإشارة حسين. عرفت الإشارة من الحسين. فقلت هاي الإشارة من الحسين لأن هي هاي الحصة مات الحسينية، شلون أنا طلعت أرد أخذها وياي. الله. يعني قال هاي الورقة طيها وهاي الخمسين إلك. هنيئاً لك إن شاء الله. هاي دليل على 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 التوفيق. هي من هي هاي الحسيني؟ من هي هاي مو خدمة لأبو عبد الله؟ من هي؟ يعني هذا شنو هذا؟ أقول أنا هذا توفيق من ربي، يعني يا ما ربي يحبني خلاني أسوي هذا الشيء. هذه رحمة، هذه رحمة رحمة الله وهبك وهبك إياها. جيت يومكم وصليت ثلاث لأربعين يومكم جوا، والولد والله قطيع راح، حتى قلت له أنا ما أقدر لاقوني وراح وزاروني. والحمد لله والله الله ما فوقني لان انا وصلت هذا الشيء ان شاء الله. واحده من
كوادر قناة الإمام حسين. أنت مو غريبة إن شاء الله، جيتي بين ولديك وبين أخوتك إن شاء الله. لا الحمد لله. لا والله حتى أبو زهراء والله هو فرشني مصلاية وقعد صليت وطلعت من يومكم في خدمتك. أي والله أي والله سيد أم حسين الله يسلمك. أم حسين نور عيوني حاليا على شاشة قناة الإمام حسين، إذا حابت توجهين للزيارة فتفضلي للزيارة. أشكرك أحمى الله واجد. يلا تفضلي للزيارة. محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. السلام على الحسين وعلى أخيه بفضل العباس وعلى السيدة زينب وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وإحنا نشكركم ويتخلونا نتوصل هذا الشيء. واني والله العظيم يعني يوم اجيت من حد الآن بذكر هذا الموقف كيف تحصل البشر وابشي، أقول شوف الحسين أبا عبد الله شلون يخلي البشر يصير هيك يعني بذاك الازدحام وجسم الشارع اللي لناس، يعني خلاني ربي أتوفق لهذا الشيء. ويعني أشكر الله اللي خلاني أنا أتواصل وياكم ويعني أشترك وياكم الحمد لله، وكل ما يبقى عندي مريض دائما تدعوا لي والحمد لله والشكر. الحمد لله الله حسين أولادك إن شاء الله. أم حسين إن شاء الله زيارة مقبولة وإن شاء الله أعمالكم كلها مقبولة. رسالتك كل إنسان دي يشاهدنا حالياً ودي يسمع صوتك من خلال شاشة قناة إمام الحسين الفضائية، شنو توجهي له رسالة؟ أنا أوجه لكل إنسان وكل من يسمعني هذه الحسينية، هاي الحسينية خدمة الزوار، وهاي الحسينية أنت من تخلي يخلي إيدك تشترك وياهم، هذه تبقى إلك هاي مثل الوقف، يعني هذا ربك يريد يوفقك لهذا الشيء، وأنا أقول كل من هو ربي يريد يوفق ويريد يخلي له يعني توفيق يروح يشترك بهاي الحسينية. لأن هاي خدمة الزوار، خدمة أبا عبد الله الحسين. أحسنت. لا يقول هم ما عايزين هم ما عتهم هو يشين حسين يشرى، هاي أنتم هاي الله يريد يجيبكم، يعني شلون ما تقول الله يخليكم يعني توفيق بيها، يعني الله. الحمد لله والشكر إن شاء الله تلبي الحسينية وصل الحسينية ويعني والحمد لله، والموجودين إن شاء الله ما يقصرون بإذن الله. أي والله وريد كل من يسمع صوتي يشارك الحسينية، هاي الحسينية للزوار خدمة الله الحسين الله. ما يفيد الألف والعشرة والمية والأكثر، والله ما يفيدك إلا صح. أنت اليوم تشترك بهذا الشيء وتقدم هذا الشيء للحسين، هذا أكبر شيء والله. أحسنت. يعني الحمد لله والشكر البيوت مأسسة ما محتاجين وخير من الله، ويطي 100 والله يزيد 200 و300 بالعكس بركة. وهذا اللي دلت عليه الروايات كثير من الروايات، رواية الإمام الصادق سلام الله عليه. حتى يطي والله، وأنا رجعت للبيت حتى والله مثال الشياس سبحان الله يتكلم كثير، الحمد لله رجعت الدنطة ما في مملية والناس تمشي مشي، وانا جتني سياره الباب الحسينيه بيوم الاربعين وطلعوا حق هو الحسين من باب الحسينيه الباب بيكسر والناس تمشي مشي. ابن الله شنو يريد يوفق لهذا الشيء؟ اكيد هذا الشيء ما نستغرب احنا ما نستغرب من هذا الشيء، لانه هذا الحسين بعد وهذا بيت الحسين عليه السلام الحمد لله. فشيء طبيعي ان الحسين وعنايه الحسين وبركات الحسين على كل بيوت الحسين الحمد لله، وهذا بيت من بيت الحسين اللي يوصل رساله الحسين الحمد لله. والله انا اقول هو اللي يوفق الحسين واهل البيت يوفقونه يشترك بهاي الحسينيه، لان هاي الحسينيه وحتى يعني شوف الله يريد يجيبه توفيق يروح للحسينيه يشترك بيها ان شاء الله. فهذا اللي يدفع المال ماكو يدفع القليل والله يجي الكثير ان شاء الله. شكرا لكم ام حسين وجزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم مع السيده الزهراء في يوم القيامه ان شاء الله مع الحسين واصحاب الحسين. شكرا لكم ولاتصالكم ان شاء الله. سيدنا بعد نروح فاصل حتى نشوف هذه البنايه ونشوف اللي تكلمنا حول هذا البيت الحسين عليه السلام، نشوفه من اول ما شراء الارض الى ما هي عليه الان. خلوكم ويانا عفوا نشوف الفاصل وراجعين وياكم. محرمك ينادي صوتي يا حسين خليني أبقى خادمك، هاك أيامي يا مالك العمر إحساسي يا حر من الجمور،
عاشوره كل لحظه تمر يا حسين هاك ايامي يا مالك العمر احساسي يا حر من الجمر عاشوره كل لحظه تمر يا حسين دمعي أزورك دلالي أسيرك هيا من نورك مجلس اللطف بريحة العشيق تفوح يا لمن محرمك تمطر الدنيا بس جروح موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين موسم عاشور موعد العاشقين بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسيدي أرفعها بعزاك تشمل بدعاك أمنت يا موتك بكربلاء سبيش وكيل رايتك تعلى بالسماء أربعينك أجي وأشوف بالدرب تمشي فاطمة وامشي وياها بيدي راية عذاب كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا وامشي وياها وبيدي راية حذار كل خطوة ارفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا حسين ساير مشاي اعتميله ونادي دخيله اقبلني يا مولاي عبدك ذليله وما بين القمر وعيون الخيام رسائل عتب منها هواي شفنا وصوت أطفال وصوت الأطفال تصيح عباس يا عم العطش مو فطار كبدنا وصوت بنبرة المرعوب كان صاح يا عم يا يا عم إن كان تسمع أنا سكنة تقل أرجع بعد ما ريدن الماي
تقل ارجع بعد ما ريدني الماي مرعوبين مرعوبين يا عمي الحقنا مرعوبين يا عمي الحقنا. لشاعرها عامر مراد العلياوي. أحسنت وطيب إن شاء الله على محبة أبي الفضل عباس. أحسن الله عليكم سيدنا. على محبة أبي الفضل عباس والسيدة سكينة إن شاء الله ننتظر في هذا اليوم اتصالاتكم على هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وراح أعيد ذكرها مرة ثانية. مفتاح العراق 00964782118305 و00964773018305 و00964770026 و00964773018305. على هذه الأرقام تقدرون تخلوا لكم صدقة جارية مع الحسين وتدعمون قضية سيد الشهداء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، ونخلي ونقدر نوصل رسالة الإمام الحسين عليه السلام بخمس لغات لكل أنحاء العالم من خلال بيت الحسين عليه السلام، وما باقي شيء قليل. وإن شاء الله تكون هذه الحسينية صادحة بصوت الحسين عليه السلام إن شاء الله. وعندنا اتصال ناخذه ويا الأخ أبو آيات من ذي قار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يسلمك ويحييك ويطيب خاطرك ويعز غاليك إن شاء الله. إن شاء الله حياكم الله. الله يسلمك إن شاء الله. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شلون هالناصرية؟ يحفظكم الله إن شاء الله. الله يسلمك. وبركة أهل البيت إن شاء الله الناصرية والعراق كله زاهي. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. أخوي العزيز أبو آيات، حاليا عبر شاشة قناة الإمام الحسين أكيد مشتاق لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، فبإمكانك الآن أنه تتوجه للزيارة والزور نيابة عنك وعن أهلك وعن أرحامك وعن كل من يخصك. تفضل الزيارة. الله يبارك بكم ويحفظكم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور نيابة عني وعن أهلي وعن أمواتنا وأقاربكم وعن شيعة أمير المؤمنين جميعا في بقاع الأرض. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا شهيد، السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. طبتم وطابت الأرض الذي فيها دفنتم. السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس عليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تجعله آخر العهد مني لزيارة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين نيابة عني وعن أهلي وعن أقاربي وعن شيعة أمير المؤمنين. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا مظلوم. اللهم عجل لولي أمرك الفرج والنصر والعافية بحق محمد وآل محمد، الأمن والأمان على شيعة أمير المؤمنين. بارك الله بكم. اللهم آمين. إن شاء الله يا رب زيارة مقبولة، دعاء مستجاب وحوائج مقضية إن شاء الله. بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد منا ومنكم إن شاء الله. لا تنسونا بالدعاء، بارك الله بكم إن شاء الله. أكيد هذا واجب علينا أنه نكون نائبين عنكم بالدعاء وبالزيارة، وأكيد ما راح ننساكم في كل أيام نتوجه إلى حرم الحسين وأبي الفضل العباس. هذا أقل واجب نقدمه لكم. الله يبارك فيكم، نسأل الله السداد والموفقية يا هذه القناة المباركة. اللهم آمين يا رب، وبركة دعواتكم وعطائكم إن شاء الله مستمرة. أخي العزيز، حضرتك شاركت وساهمت ببيت الحسين، أولاً شنو الدافع اللي خلاك انه تشارك والسهم بهذه الحسينية؟ والسؤال الثاني، شنو الرسالة اللي حاب انه توجهها اللي دي شاهدك حاليا او اللي دي شاهدنا حاليا ويسمع صوتك عبر شاشة قناة الإمام الحسين ويكون إلى حافز مثل ما حضرتك ساهمت وشاركت؟ مولانا الغالي، الدافع هو واضح بأن احنا ما عدنا غير أهل البيت سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. هم ان شاء الله الذخيرة إن دنيا وآخرة. اكيد ان شاء الله يا رب. هذا الدافع. نعم. أما سؤالك الثاني العفو، شنو الرسالة اللي تحب توجهها للذي يسمع صوتك الآن عبر شاشة قناة الإمام الحسين حتى يكون إلى حافز ودافع ويشارك مثل ما حضرتك شاركت وساهمت؟
والله ان شاء الله الحافز هو واضح عند عبد العفو عند الناس واهلنا الطيبين. نعم. واحنا محتاجينهم مو هم محتاجيننا. اكيد. فاكيد لازم يكون عندهم الوعي التام. نعم. نشر علوم آل بيت محمد صلى الله عليه واله. نعم. الصدقه الجاريه. فمن هاي الابواب العده احنا ان شاء الله نريد من عندهم مباركة، وريد من عندهم توفيق، وريد من عندهم السنة الدنيا وآخرة. اللهم آمين. اللهم آمين. شرفنا سماع صوتك، ويشرفنا أيضا إن شاء الله نلتقي بك في كربلاء إن شاء الله بأقرب وقت، وإن شاء الله يا رب تسهل عليك الزيارة للوصول إلى هذه الجنة، جنة الله في أرضه. وأيضا يا الله نشكر أبا عبد الله الحسين عليه السلام اللي عرفنا عليه، هيك وجوه طيبة وهيك ناس خيرة تحب الحسين وماثلة للنداء لبيك يا حسين. الله يبارك فيكم ان شاء الله. هذا انا في رايي اعتبره هذا سداد من الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. يعني ان شاء الله يا رب لان نلتقي في قنوات لاهل البيت، تابعه لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونشر لنشر علوم آل بيت محمد صلى الله عليه واله، وان شاء الله احنا هذا شيء يعتبر شيء بسيط لا شيء امام آل بيت محمد. اكيد اكيد. مشكور أكيد. لكم وجزاكم الله الف خير. الله يبارك يسلمك. فيكم ان شاء الله، الله يسلمك الخير والتوفيق والسداد لكم ولعائلتك وكل من يخصك ان شاء الله. شكرا لك ولاتصالك سيدنا. حاب نعم. انه اذكر فد روايه للاشخاص اللي يجون الى كربلاء. ما كافي اي فقط روايه اللي يجون الى كربلاء اكيد يندلون مكتب القناه وبين الحرمين الشريفين بدايه شارع الامام علي، وروايه اللي يجي ويساهم في بيت الحسين عليه السلام. شنو يقول الامام الصادق باختصار شديد؟ يقول قال الامام الصادق عليه السلام: من اتى قبر الحسين عليه السلام فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلنا، وحرمت غيبته، وحرم لحمه على النار، وأعطاه الله بكل درهم أنفقه 10,000 مدينة. الله. وكان الله له من وراء حوائجه وحفظه في كل ما خلف. الله. يعني اللي يجي إلى مقر القناة، إلى مقر القناة ويساهم في بيت الحسين عليه السلام الى هذه المنزله ان شاء الله. اخوتنا اخواتنا اصحاب الحوائج اللي فاقد ذريه، اللي عنده مريض، اللي عنده اي حاجه مستعصيه، خلي اليوم سهمك في بيت الحسين عليه السلام باسم السيده رقيه. شارك باسم السيده رقيه سلام الله عليها، وخلي لنفسك هذه صدقه جاريه، وان شاء الله حاجتكم مقضيه على الارقام الموجوده اسفل الشاشه. بامكانك اليوم وباكر وبعدها المشاركة في بيت الحسين عليه السلام. وإن شاء الله راح نلتقيكم بكرة بحلقة جديدة. خادمكم سيد عماد الحكيم وخادم الحسين الملا حسين الكربلائي. في أمان الله. في أمان الله. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، جد عظيم الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. قد عظيم الصدقة ببية الحسين، بيت الحسين.